الهوى والعشق والإرب. يا قلعة حدثت عن مجدها الكتب في كل مداغن جريان وأوردة، وغيها كان يصميني ويختلب. الشباب الأمجد يمدك المجند، عزمه لا يخمد فيه من معناك رمز الدام. المنتخب الأردني النشامى أسود الشام. ستكون أو نتمناها كذلك على أقل تقدير في هذه الأرضية، أرضية ملعب كربلاء الدولي، التي تساعد أحيانا كثيرة على اللعب بالأرض والتكتيك. المهم بالنسبة للمدربين أن يطبق الضغط على حامل الكرة من جانب مدافعي فريق نفط الوسط، تعليمات واضحة من جانب السيد عبد الغني شهد مدرب فريق نفط الوسط. 5 دقائق مرت على بداية وانطلاقة حيدر أحمد، العرضية موجودة، الرأسية حلوة 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 المحاولة. شوفوا العرضيات دائما ما تشكل خطورة على المدافعين، على اعتبار أن الفريق المنافس القادمون من الخلف دائما ما يشكلون خطورة. شوف هذا محمود حاول في اللقطة الماضية، ولكن صاحي سعد ناطق انتقالات السريعة بالكرة رغم المحاولات من الطرفين، من نفط الوسط ومن الشرطة، من عندليب الفرات ومن القيثارة. العندليب ممكن في هذه الكرة، عمر يفقد الكرة، بعد الثاني اللي محمد سمتي الحكم الرابع. والتسديدة، الله، لا 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 لا، إصابة إصابة خطيرة لسعد ناطق. سلامات 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 لسعد ناطق، سلامات لسعد ناطق. استقتال على الكرة الماضية واستماتة دفاعية، تسديدة من مسافة قريبة، كانت كرة قوية سددها اعتقد عمر المنصوري في اللقطة الماضية، ولكن بكل فدائية سعد ناطق يرد الكرة. شوف خبرة سعد ناطق، السلامة طبعا، خلوه ينهض، خلوه يشهق نفس يا جماعة الخير، انطوه مجال، خلي ياخذ له نفس الولد. ولكن شوف 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 الكرة اصطدت، بوجه بوجه بوجه، والسقوط ايضا خطر، السقوط ايضا، شوف كيف وقع، شوف كيف سقط على الارض. سلامات لسعد ناطق، سلامات لسعد ناطق، لكن هو حتى مع التسديدة علاج اللاعب سعد ناطق في ارضية الملعب. سلامات يا جماعة، احملوه على النقالة، خلوه يرتاح. بين نفط الوسط والشرطة في ملعب كربلاء الدولي، مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي. كل السلامة، مشافى معافى إن شاء الله، ما عندك إلا العافية يا سعودي، دعواتنا وقلوبنا معك يا سعد ناطق. حقيقة الكرة قوية كانت، الله يكون بعونك يا سعد. سلامات لناطق، وبالتالي إذن مع انطلاقة الشوط الأول العرضية أو الكرة في ظهر المدافعين، الكرة مع محمود زعتر يحاول التسديدة، تصطد بكرار مرة أخرى، أعتقد كرار عامر. هنا محمد قاسم، جماهير القيثارة أيضا تنتظر الكثير في هذا اللقاء، وهنا إصابة للاعب محمود سليم زعتر المهاجم الأردني في تشكيلة نفط الوسط. سلامات سلامات، لا نريد أن تتكرر الإصابات في المباريات، لا نريد أن نشاهد حالات خطرة وصعبة على لاعبينا. السلامة لكل لاعبينا، بعيدا عن كل المسميات، بعيدا عن كل التشجيع والمؤازرة، بالنهاية الإنسانية مطلوبة، الإنسانية فوق كل شيء. لقطة وما أجملها من لقطة، بهذه التسريحة، تسريحة الشعر الجميلة، كرر جاسم أن واحد من أبطال كأس آسيا 2007. جاسم عندما يحضر كرار تحضر المتعة الكروية. صافرة وخطأ إذن لمصلحة عدي شاب أو كرار عامر. كرار عامر يتحصل على خطأ، اشتراك على الكرة ما بينه وبين محمود زعترة في اللقطة الماضية. لا تبديلات إذن تذكر على تشكيلة الفريقين.